بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين مرحبا بكم مرة اخرى دائما في اطار التكوينات المجانية المتعلقة بالجوجيبرا كما سبق وان اعلنت في منشور سابق هذه الحصة ان شاء الله ساحاول ان اخصصها لمجموعة من الاوامر التي عادة نستعملها في انتاج برمجيات تفاعلية على الجوجيبرا هنا الامر يتعلق بلا سيكونس وكذلك سنقوم باعطاء بعض الشروحات الخاصة باستعمال هذه الاوامر واعطاء مجموعة من الامثلة حتى نتمكن من تطبيقها او استعمالها في البرمجيات التفاعلية، أولا سنقوم بإخفاء هذا النص، دونك لأجل ذلك سأضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أضغط على أفيشي لوبجي، دونك بالنسبة للساده الأساتذه الذين لا يظهر عندهم هذا الشريط، دونك شريط كتابة لا سيزي يمكنهم فعل ذلك عن طريق الذهاب إلى أفيشاج ثم الضغط على شون دو سيزي. أو بطريقة أخرى بالضغط بالزر الأيمن للفأرة على شاشة الجوجل واختيار اختيار جرافيك. ومن النافذة التي ستظهر هنا على اليمين <applause> سنذهب إلى الخيار الثالث هنا بريفيرونس <applause> أس ثم هنا ستلاحظون بوجود شون دو سيزي دونك هنا سنضغط على هذا الخيار هنا أفيشي <applause> دونك لاحظوا هنا عندما قمت بالضغط فإنني قمت بإخفاء شريط الكتابة الآن سأقوم بإظهاره مرة أخرى وهنا لدي خيارين دونك هذا الشريط إذا كنت أريده في الأعلى فإنني سأترك الخيار الأول أما إذا كنت أريده أن يظهر في الأسفل فإنني سأضغط على الخيار الثاني هكذا أنا أفضل أن يظهر هذا الشريط في الأعلى حتى تكون الكتابة واضحة بطبيعة الحال سنذهب إلى شريط الكتابة عن طريق فأرة الحاسوب بطبيعة الحال والضغط ونكتب سيكونس دونك لاحظوا عندما اكتب الحروف الاولى تظهر هذه اللائحه دونك لائحه تحمل مجموعه من الاختيارات دونك الاختيار الاول سيكونس بين قوسين فالور دو فان الاختيار الثاني فالور دو دي ديبي cest telle la séquence, valeur de début, valeur de fin et le pas. Donc, on a tous les coûts. Différez-les sur les coûts que vous avez. Séquence, euh, c'est-à-dire, expression, facile, variable, facile, valeur, facile, valeur de début, facile, valeur de fin. L'autre c'est la séquence. On va trouver une expression. C'est la variable, c'est la valeur de début, c'est la valeur de fin et c'est le pas. Donc, maintenant on va regarder la euh, séquence. فالور دو فان هنا يمكنني ان اكتب دونك ينتظر مني ان اقوم بادخال قيمه عدديه بطبيعه الحال فالور دو فان ساكتب مثلا 5 واضغط على الزر الخاص بلوحه المفاتيح زر الادخال الخاص بلوحه المفاتيح ساقوم باظهار الجبر النافذه الخاصه بالجبر حتى يظهر لنا ما هو العنصر الذي تم انتاجه عن طريق هذا الامر دونك عندما كتبت سيكونس هكذا عندما كتبت سأستعمل الحروف الصغيرة عندما كتبت السيكونس بين قوسين قمت بإدخال العدد خمسة لاحظوا على ماذا حصلت حصلت على إل أن تساوي هنا مجموعة من العناصر التي هي عبارة عن أعداد صحيحة طبيعية بطبيعة الحال تنطلق من العدد واحد وتصل إلى خمسة دونك العنصر الأول واحد العنصر الثاني العنصر الثالث العنصر الرابع والعنصر الخامس هذا يعني أنني حصلت على لائحة من الأعداد بطبيعة الحال عددها خمسة تنطلق من العدد واحد وتصل إلى العدد خمسة أو تنتهي إلى العدد خمسة لاحظوا مثلا سأقوم باستدعاء الأمر مرة أخرى وأكتب مثلا دو فا في مكانها سأكتب مثلا عشرة وأضغط سأحصل على لائحة جديدة سماها الجوجبرا هنا الاثنان تساوي عدد عناصرها بطبيعة الحال هو عشرة العنصر الأول هو الواحد والعنصر الأخير هو عشرة وهذا يعني بأن هذا الأمر الأمر سيكونس دو فا يمكننا من فعل ماذا؟ يمكننا من إنتاج ليست، دونك واحد اللائحة أو واحد المجموعة من العناصر، بطبيعة الحال نحتاج فقط إلى إدخال العنصر النهائي، دونك هنا مثلا عندما قمنا بإدخال ليست سيكونس بين قوسين خمسة، حصلنا على لائحة تنطلق من عدد واحد والعنصر الأخير فيها هو خمسة، وعندما كتبنا سيكونس بين قوسين عشرة حصلنا على لائحة جديدة عنصرها الأول هو واحد وعنصرها الأخير يعني تنتهي في العدد عشرة. مثلا إذا كنت أريد لائحة جديدة لكنها تنطلق من صفر فإن هذا الأمر لن يصلح لنا, لنا بطبيعة الحال، إن هذا الأمر لن يصلح لنا. سأحتاج إلى استداء الأمر الثاني، دونك سأقوم بمسح هذا الأمر وأكتب السيكونس مرة أخرى وأختار الخيار الثاني فالور دو ديبي إي فالور دو فر، دونك عندما أختار الخيار الأول فإن قيمة البداية تكون دائما هي واحد، أما الخيار الثاني فهنا سيعطيني اختيار القيمة البدئية والقيمة النهائية. مثلا هنا سأختار صفر. فالور دو ديبي هي صفر و فالور دو فان هي خمسة مثلا دونك هنا سيقوم بإنتاج لائحة جديدة سيسميها بطبيعة الحال ال ثلاثة سيكون عنصرها الأول هو صفر وعنصرها الأخير هو خمسة وبالتالي فإنها ستحتوي على ست عناصر العنصر الأول هو صفر لاحظوا العنصر الثاني العنصر الثالث العنصر الرابع العنصر الخامس والعنصر السادس إذا قمت بكتابة مثلا عفوا نفس الأمر دونك سيكونس صفر فاصلة إحدى عشر أو عشرة فإنني سأحصل على لائحة جديدة سيسميها الجبر ال أربعة عنصرها الأول سيكون صفر وعنصرها الأخير هو عشرة وبالتالي فإن عدد عناصرها هو 11 عشر إذا كنت أريد بطبيعة الحال الحصول على عدد عناصر لائحة من هذه اللوائح فيمكنني فعل ذلك عن طريق حساب العد يدويا دونك العنصر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس وبالتالي فان عناصر مثلا اللائحه الاولى هو خمسه يمكننا عد عدد عناصر ال أربعة مثلا العنصر الاول الثاني الثالث الرابع الى اخره سنحصل على 11 عنصرا ويمكننا فعل ذلك بطبيعه الحال بصفه اوتوماتيكيه عفوا بالذهاب دائما الى الشون سيزي وكتابه الامر التالي لا دونك ساكتب لونغور لاحظوا عندما اكتب لونغور عندما اكتب الحروف الاولى لهذه الكلمه فانها تظهر لائحه تحتوي على مجموعه من الاختيارات اختار من بينها العنصر الاول او الخيار الاول ثم اكتب مثلا هنا اوبجي مكان اوبجي ساكتب اللائحه التي اريد عدد عناصرها مثلا اذا كنت اذا كتبت مكان اوبجي الواحد لاحظوا معي إذا كتبت أي الواحد وضغطت على أونتخي فإنني سأحصل على خمسة وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن عدد عناصر اللائحة الأولى هو خمسة يمكنني ان اغير مثلا عوض ما نكتب تا واحد سأكتب مثلا ال ال اثنان دونك اذا قلت اذا كتبت مكان ال واحد ال اثنان فان القيمه التي يحملها ا اه ستصبح عشره دونك عدد عناصر المجموعه الثانيه بطبيعه الحال هو عشره عدد عناصر المجموعة الثالثة يمكننا أن نحصل عليه كذلك بصفة أوتوماتيكية، دونك سنكتب لونغور بين قوسين إل ثلاثة، اللائحه رقم ثلاثة الذي التي قام الجوجبره بانتاجها ال3 دونك هنا سيعطينا ا تساوي 6 دونك هذا ا هو عدد عناصر المجموعه الثالثه دونك صفر العنصر الاول العنصر الثاني العنصر الثالث العنصر الرابع العنصر الخامس ثم العنصر السادس كذلك بالنسبه ل 4 يمكننا ان نفعل نفس الشيء دونك هنا يمكننا بطبيعه الحال تغيير ال3 ونكتب مكانها ال 4 او يمكننا الذهاب مباشره الى شريط كتابه ونكتب مثلا كاردينال كاردينال ديال ال 4 بحال هكذا ثم اكتب تساوي لونغور ال 4 وهذا يعني بانني ساقوم بانتاج متغير سنقوم بانتاج متغير سنسميه كاردينال ال 4 والقيمه التي يحملها هو عدد عناصر بطبيعه الحال المجموعه الرابعه، دونك ساضغط على اوكي خاصه بلوحه المفاتيح، لاحظوا بان الجوجبرا سيكتب لنا هنا كاردينال إل 4 يساوي 11، يعني عدد عناصر المجموعه الرابعه هو 11 بطبيعه الحال. يمكننا ان ننتج بطبيعه الحال لائحه، لائحه ديناميكيه تعتمد على ذلك دونك مثلا هنا سنذهب الى كيورسوغ، سنضغط في شاشه الجوجبرا تظهر لنا هذه النافذه، سنختار اونتي مثلا. سنكتب مثلا القيمة الدنوية هي صفر والقيمة القصوية هي 30 مثلا أو يمكننا أن نترك القيمة الدنوية في واحد إلى آخره دونك سأضغط على أوكي مثلا هنا هذه القيمة بطبيعة الحال أو هذه الزرق يمكننا التحكم فيها عن طريق زر الفأرة زر الأيسر للفأرة دونك سنعود إلى شريط الكتابة هنا ونكتب مثلا سيكونس وهذه المرة سأختار مثلا ان سأكتب بين قوسين لن أكتب قيمة معينة ولكن سأكتب القيمة التي تحملها الزالقة التي هي ان ثم أضغط على زر الإدخال خاص بلوحة المفاتيح لاحظوا بأن آه هذه آه هذا الأمر الذي قمت بكتابته الآن قام الجيوجبرا بترجمته إلى هذه اللائحة الجديدة التي سماها الخمسة 5 عدد عناصرها بطبيعة الحال هو 15 تنطلق من العدد واحد العنصر الأول هو العدد واحد والعنصر الأخير هو العدد خمسة عشر التي تحملها هذه الزالقة إذا قمت بتغيير قيمة N لاحظوا فإن عدد عناصر هذه المجموعة كذلك يتغير دونك هنا N يساوي عشرة وبالتالي فإن عدد عناصر هذه المجموعة هو كما تلاحظون هنا 10 يمكننا كذلك انتاج زالقه جديده دونك يمكننا مسح هذه الزالقه دونك ساكتب ساضغط هنا على إفاسي، ساعود الى دائما زالقه واكتب هنا مثلا اختار اونتي القيمه الدنيا ستكون هي الواحد والقيمه القصوية ستكون مثلا هي مثلا سنشتغل على الاربعه اللائحه رقم أربعة وبالتالي ساكتب في القيمه القصوية لا يعني الكاردينال لا لونغور ديال اللائحة الرابعة ال4 هكذا ثم اقوم بغلق القوس واضغط على اوكي okay. دونك القيمة الدنوية التي تحمل هذه الزلقة هي واحد والقيمة القصوية التي تحمل هذه الزلقة ستكون هي 11 يعني ان لو كاردينال لو كاردينال دو دو لا ليست 4 يعني عدد عناصر المجموعة الرابعة هو 11 بطبيعة الحال كما تلاحظون هنا ال4 عدد عناصرها هو 11 العنصر الأول هو 0 والعنصر الأخير هو 10 أه سأذهب إلى تكست نضغط في شاشة الجزر وتظهر لي هذه النافذة أه مثلا هنا سأكتب أه لليمون يعني سأقوم بالتحرك حول عناصر هذه المجموعة الرابعة مثلا سأقوم باستكشافها عن طريق هذه الزالقة يعني دونك سأكتب مثلا هنا العنصر دونك لليمو سأكتب لليمون ليليمون مثلا العنصر الاول العنصر الثاني الى اخره دونك انا ساكتب ان دونك ليليمون 6 اي هو العنصر السادس لليمون نميرو 6 دو لا ليست 4 دو ال 4 مثلا دو ال 4 هو وهنا سنطلب من الجوجبرا ان يقوم باعطائنا العنصر السادس في هذه المجموعه دونك هنا ساحتاج الى ذهب الى اوبجي واختيار هنا شون وداخل هذا الصندوق سنكتب اليمون هكذا اليمون ثم افتح قوس ساكتب ال 4 فاصله وساضغط على ان ثم اقوم باغلاق هذا القوس اضغط على اوكي OK. وتظهر لنا هذه او لنا هذا النص الذي تلاحظونه امامكم ساقوم بتغيير حجم الخط الخاص بهذا النص قليلا ويان ويان دونك هذه الجملة تقول بأن ليليمون 6 دو لا ليست ال 4 دو لا ليست 4 اي 5 دونك إذا ذهبنا إلى هذه اللائحة العنصر الأول العنصر الثاني العنصر الثالث العنصر الرابع والعنصر الخامس ثم العنصر السادس دونك لاحظوا العنصر السادس في هذه اللائحة فعلا هو هو 5 دونك يمكننا أن نغير دونك لاحظوا لو بروميي إليمون مثلا ليليمون نيميرو 1 دو ال 4 العنصر الأول من اللائحة الرابعة العنصر الأول من اللائحة الرابعة هو صفر العنصر الأخير والحادي عشر العنصر الحادي عشر من هذه اللائحة هو مثلا هنا عشرة في هذا المثال سنشتغل على مثال آخر دونك سأقوم بمسح جميع هذه بطبيعة الحال يمكننا كذلك استعمال أوامر أخرى لكن سأقوم بالاشتغال عليها من طريق أمثلة وهكذا سنشرحها بشكل جيد دونك قلت بأنني سأقوم بمسح هذه الأمثلة التي قمت بإدراجها حاليا لأشتغل على أمثلة أخرى سنعود الى شريط الكتابه سنكتب مثلا ال واحد او ليست A يمكننا ان نسميها اللائحه الاولى ليست ا ثم نكتب مثلا سيكونس و لا فالور دو فان مثلا سنختار كما قلت سابقا ساختار مثلا خمسه دونك ليست سيكونس خمسه وهذا ماذا سيعطينا سيعطينا لائحه من الاعداد تنتقل بطبيعه الحال او العنصر الاول فيها هو واحد والعنصر الاخير هو خمسه اما اذا كنتم مثلا ارغب في ان يكون العنصر الاول هو واحد هو صفر عفوا فانني ساقوم بطرح العدد واحد من جميع عناصر هذه اللائحه من جميع هذه العناصر بطبيعه الحال دونك لاحظوا على ماذا حصلت هنا دونك العنصر الاول دونك الامر الذي قمت بادخاله هنا هو سيكونس l 5 او عفوا سيكونس بين قوسين 5 ناقص واحد دونك سيكونس 5 نعرف ماذا تعطينا دونك سيكونس 5 تعطينا لائحه عناصرها هي 1، 2، 3، 4، 5، لكن عندما اقوم بطرح العدد 1 هنا، فإن جميع هذه العناصر، جميع العناصر التي تكون سيكونس 5، سنقوم بطرح العدد 1 منها، دونك 1 ناقص 1 تعطينا 0 2 ناقص 1 تعطينا -1, -1, 1 بطبيعة الحال، 3 ناقص 1 تعطينا 2، 4 ناقص 1 تعطينا 3، و 5 ناقص 1 تعطينا 4. يمكننا ان ندرج مثلا داله عاده ما نستعمله بطبيعه الحال جوجبرا غني عن يعني التعريف يمكننا نستعمله في شتى المجالات بطبيعه الحال خاصه بالرياضيات سواء كانت جبريه او هندسيه او تحليليه الى اخره مثلا ساقوم بدرج داله ساسميها اف دو اكس تساوي دونك ساقوم باعطاء مثال فقط دونك مثلا 3 اكس زائد واحد دونك هكذا دونك لاحظوا عندما اكتب هذا الامر فانني ساحصل هنا على اليسار في لائحه الخاصه بالجبر في النافذه الخاصه بالجبر اف دو اكس غا 3 اكس بلس 1 وفي النافذه الخاصه بالغراف فان الجبر قام برسم برسم الداله دونك لا اريد في هذه الحصه لا اريد التحدث حول الرسم البياني يعني الخاص بهذه الداله وانما آه, كما قلت بانني ساشتغل على لي سيكونس اي لي ليست دونك لاحظوا مثلا اذا تشاريت الكتابه وكتبت اف دو ال آه, ال 1 يعني لا ليست نيميرو 1 اف بين قوسين هكذا واكتب ليست ليست 1 دونك ساقوم بالضغط دونك لاحظوا ماذا كتبت اف يعني ساقوم بانتاج صور هذه العناصر بالداله اف ساقوم بحساب سنطلب من الجوجبرا ان يحسب لنا صور هذه العناصر دونك صور هذه العناصر بالداله التالفيه اف الفونكسيون افين بطبيعه الحال ثم اضغط على زر الادخال خاص بلوحه المفاتيح دونك لاحظوا على ماذا حصلت عفوا صوره العدد 0 بهذه الداله دونك عندما اقوم بتعويض اكس بصفر فان احصل على 3 في 0 زائد 1 التي تساوي 1 عندما اقوم بتعويض واحد في هذه الداله سأحصل على 3 في واحد يعني 3 زائد 1 هي 4 عندما اقوم بتعويض 2 3 في 2 6 زائد 1 هي 7 عندما اقوم بتعويض 3 في 3 في 3 زائد 1 هي 10 وعندما اقوم بتعويض 4 في 4 في 3 هي 12 زائد 1 هي 13 دونك هذه الطريقة تعطينا مثلا بتحديد او انتاج جدول القيم، دونك يمكننا فعل ذلك بطبيعة الحال عن طريق جدول، دونك لدينا هنا امر خاص بانتاج الجداول الذي يسمى بطبيعة الحال طابلو دونك لاحظوا عندما اكتب طاب فقط الكلمات الاولى لهذه آه هذا الامر طابلو فتظهر لنا هنا مجموعة من الاختيارات سنختار من بينها الخيار الاول دونك ليست مثلا هنا سنكتب في مكان ليست سأكتب ليست واحد دونك ليست نيميرو أه. اللائحة الأولى التي تحمل العناصر صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة واللائحة الثانية سأختار إل واحد التي تحمل الصور صور العناصر السابقة بالدالة التألفية اف دونك لاحظوا سأضغط على اونتخي لاحظوا ماذا على ماذا سأحصل في شاشة الجوجبة سأحصل على هذا الجدول بطبيعة الحال هذه الكتابة هنا دونك عندما نضغط عندما نضغط على هذا الجدول دونك هنا ليس جدول بصفة حقيقية كما تلاحظون دونك يحتاج إلى أسطر وإلى أعمدة سنقوم بإنتاجها عبر هذه النافذة هنا دونك أولا سأضغط هنا لاحظوا سأنتج الأعمدة وبعدها سأضغط هنا سأنتج الأسطر يمكننا أن نجعل هذه القيم في وسط هذه الخانات عن طريق هذا الخيار هنا يمكننا كذلك تغيير الحجم قليلا دونك هكذا سنحصل على صورة العدد 0 هي 1، صورة العدد 1 هي 4، صورة العدد 2 هي 7، صورة العدد 3 هي 10، وصورة العدد 4 هي 13 اه بطبيعة الحال، يمكننا أن نسحب اف دو إكس هنا حتى اه يراها المشاهد بشكل بشكل جيد، الدالة التي نشتغل عليها هي اف دو خواز إكس إيكال 3 إكس بلس الدالة التي تربط كل عنصر إكس بالعنصر 3 إكس زائد 1. يمكننا ان نضيف خانة اخرى هنا دونك قبل العدد صفر سنكتب مثلا هنا x وقبل العدد واحد هنا سنكتب مثلا صورة العدد x بالدالة f دونك هنا يمكننا فعل ذلك باللجوء الى مسح هذا الجدول واللجوء الى شرح الكتابة وإعادة التحرير من جديد او يمكننا بطبيعة الحال الضغط بطبيعة الحال مرتين لتظهر لنا هذه النافذة ثم سنقوم ببعض التغييرات على هذه الأوامر التي قمنا بإدخالها دونك ساعود واشتغل من جديد دونك ساقوم بمسح هذا الجدول واعود الى شريط الكتابه هنا واكتب طابلو طاب ثم اختار آه ليست آه الاولى ثم آه لا آه الثانيه دونك هذه اللائحه الاولى اريد ان اضيف اليها آه الحرف اكس يعني العناصر التي سنسميها آه العناصر 0 1 2 3 4 سنسميها وسنمزجها ب اكس والعناصر 1 4 7 10 13 سنرمز لها ب اف دو اكس دونك هنا سنقوم بدمج عنصرين دونك عنصر سنسميه اكس الذي هو عباره عن تكست دونك سنستعمل الامر يونيغ يونيغ دونك سنقوم بالاتحاد بين مجموعتين دونك هنا سنختار يا اما نختار الخيار الاول او الخيار الثاني دونك ساختار الخيار الثاني اللائحه الاولى ساقوم بضمها اللائحة الأولى التي سأقوم بضمها لهذه اللائحة دونك سأكتب هنا بين لمتين بين لمتين هكذا ثم بين مزدوجتين لأن الأمر يتعلق بنص ثم سأكتب x و إلى خارج هذه اللامة وأختار اللائحة الأخرى اللائحة الثانية التي هي ليست واحد وهكذا سأكون قد قمت بتوحيد عن العنصر x مع عناصر اللائحه الاولى سافعل نفس الشيء ساقوم بمس هذه النقط ساقوم بفعل نفس الشيء مع الخيار او لو بارامتر الثاني العنصر الثاني من هذه من هذا الامر لو مكان ليست ساكتب اونيك ساقوم بكتابه العنصر الاول الذي سنقوم بدمجه باللايحه الواحد ال1 هو بين اللمتين بين اللمتين وليس بين معقوفتين بين اللمتين ساكتب f دو اكس ثم الثانيه هي ال1 هكذا ساقوم بالضغط على اونتري خاصه بلوحة النباتيه دونك لاحظوا على الجدول لاحظوا الجدول الذي ساحصل عليه الان ساذهب الى هنا لاضافه الاعمده ساذهب الى الخيار المحادي لها لاضيف الاسطور يمكنني ان اجعل هذه الكتابات في وسط الخانه كما تلاحظون هنا يمكننا ان نغير حجم هذا الجدول وكذلك حجم الخط دونك لاحظوا الان الجدول اصبح واضح جدا دونك الخانه الاولى او السطر الاول يحمل عناصر اكس والخانه الثانيه او السطر الثاني من هذا الجدول يحمل صور هذه العناصر بالداله الداله التالفيه دونك صورة العدد x الذي هو هنا صفر هي واحد دونك عندما نعوض x بصفر ثلاثة في زائد واحد هي واحد إلى آخره هناك طريقة أخرى لإنتاج هذه اللوائح هنا مثلا بكل بساطة يمكن الذهاب إلى شريط الكتابة والضغط على مثلا بين لمتين ونكتب العناصر التي نريدها نحن مثلا بصفة يدوية مثلا أكتب هنا العدد واحد بين قوسين أو فاصل عفوا ثم أكتب مثلا ناقص سبعة ثم أكتب مثلا ناقص مثلا ناقص واحد ثم أكتب مثلا أربعة أو خمسة ثم أكتب مثلا ستة ثم أكتب مثلا ناقص عشرة هكذا وأضغط على لاحظوا هذه العناصر التي حصلت عليها هنا دونك هذه عبارة عن لائحة من العناصر من, ع... من الأعداد بطبيعة الحال العنصر الأول فيها هو واحد العنصر الثاني هو ناقص سبعة ناقص واحد إلى آخره يمكننا أن نضغط في هذا الجدول ونستبدل ليست واحد دونك هنا يمكنني أن أستبدل ليست واحد ب الاثنان هنا استبدلوا اللائحه الاولى باللائحه الثانيه المثال الثاني الذي يمكننا الاشتغال عليه هو مثال يخص الدالة والمشتقة الخاصة بها دونك مثلا هنا سنقوم بإنتاج جدول السطر الأول سيحمل مجموعة من الدوال والسطر الثاني سيحمل مشتقات كل دالة من هذه الدوال دونك لأجل ذلك سنذهب إلى شريط الكتابة دونك يمكننا إخفاء هذا الجدول سأقوم بإخفائه من هنا يمكنني أن أقوم بمسح أو فقط بإخفاء هذا النص كذلك دونك قلت باني ساعود الى شريط الكتابه هنا وساقوم بكتابه لامتين اللامه الاولى ثم اللامه التي تقوم باغلاقها وبين هاتين اللامتين ساقوم بكتابه مجموعه من الدوال دونك مثلا سنكتب الداله الاولى داله تالفيه مثلا 2 اكس زائد 3 او زائد 5 هذه فقط امثله يمكنكم الاشتغال عليها الداله الثانيه مثلا 6 اكس اس 2 sixième x euh, au second, euh, euh, sinus euh, x, sinus x, regardons, uh, face là, exponentielle de x, exponentielle euh, de x, ou bien 3 x, exponentielle 3 x par exemple, et la أه دونك ساضغط على زر الادخال الخاص بلوحه المفاتيح تظهر لنا في آه لائحه جديده دونك سماها الجوجبرا هنا كما تلاحظون ال3 عنصرها الاول هو 2 اكس زائد 5 عنصرها الثاني هو 6 اكس زائد 2 عنصرها الثالث هو سينس اكس وعنصرها الرابع هو اكسبونسيال 3 3 اكس يمكننا ان نضغط مرتين هكذا لكي نضيف بعض العناصر الاخرى مثلا اذا احببتم يمكننا اضافه كوسينوس داله الكوس كوس اكس ثم نضغط مرة أخرى على زر الإدخال الخاص بلوحة المفاتيح دونك سنعود إلى شريط الكتابة أولا سنقوم بتحديد طول هذه اللائحة أو عدد عناصرها إن صح دونك سأكتب لونغور ثم أكتب بين مكان أوبجي سأكتب إل ثلاثة إل ثم أضغط على أوكي OK. دونك سيقوم الجوجبرا بانشاء متغير سماه ا واعطاه القيمه 5 هذه القيمه 5 تعني عدد عناصر هذه اللائحه العنصر الاول 2 اكس زائد 5 العنصر الثاني 6 اكس زائد 2 العنصر الثالث سين اكس العنصر الثاني الرابع اكسبونسيال 3 اكس والعنصر الخامس كوسين اكس دونك وبالتالي فان عناصر هذه المجموعه عدد عناصر هذه المجموعه هو 5 دونك سنعود مره اخرى لشريط كتابة وسنكتب السيكونس هكذا لكن هذه المرة سأكتب لن أختار سيكونس الخيار الأول ولن أختار الخيار الثاني ولن أختار الخيار الثالث، دونك الخيار الأول والثاني والثالث هم خيارات متشابهة كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، دونك هنا نكتب فقط العدد أو العنصر النهائي، هنا نكتب العنصر الأول والعنصر النهائي وهنا نكتب العنصر الأول والعنصر النهائي والإنتقال كيف ننتقل من عنصر إلى عنصر، يعني لوبا كيف ننتقل من خطوة إلى خطوة أخرى. دونك الان جاء الدور الى احدى او احد هذين الخيارين الخيار ما قبل الاخير سيكونس بين قوسين اكسبريسيون فاريابل فالور دو ديبي فالور دو فان ولا او سيكونس اكسبريسيون فاريابل فالور دو ديبي فالور دو فان اي لو با دونك يمكننا النقر على الاختيار الاخير هكذا الان سنقوم بادخال اكسبريسيون دونك الاكسبريسيون الذي سنقوم بادراجه هنا يتعلق بالداله المشتقه دونك الفرنسيه راه ديريفي دونك ساكتب ديريفي هكذا دونك لاحظوا عندما أكتب ديريفي فانني ساحصل على مجموعه من الخيارات وساختار بينها الخيار الاول ديريفي ديال لا فونكسيون هنا يطلب مني الجوجبرا ادخال الداله التي اريد ان احصل على المشتقه الخاصه بها بطبيعه الحال هذه الداله تنتمي الى هذه اللائحه إن اللائحه ال3 وبالتالي هنا يمكنني ان اكتب له اليمون اليمون وعندما اكتب اليمون يعني اريد عنصر من هذه العناصر دونك اليمون عندما اكتب اليمون تظهر لي هذه الاختيارات هنا سأختار أولا اللائحة التي سأشتغل عليها، دونك بطبيعة الحال اللائحة هي إل 3، ثم لا بوزيسيون، يعني مكان هذا العنصر، أين يتواجد؟ هل هو يتواجد في المرتبة الأولى أم المرتبة الثانية أم المرتبة الثالثة؟ الرابعة؟ ثم المرتبة الخامسة؟ دونك أولا سأقوم بكتابة اسم هذه اللائحة سيكون إل 3 كما أشرنا إلى ذلك، لا بوزيسيون أنا لا أريد فقط مكان واحد وإنما أريد جميع هذه العناصر. وبالتالي فإن هذه البوزيسيون يعني هذا الحرف أو لو باراميتر العنصر الذي سنقوم بإدخاله هنا سيكون متغير بوزيسيون غادي نسميها مثلا اي e. دونك هذا المتغير سأسميه اي e. يمكنكم تسميته مثلا ك. سنعود الى فاريابل هنا فاريابل مكان فاريابل وسنكتب المتغير الذي قمنا بادراجه بطبيعه الحال هو ك ما هي القيم التي ياخذها هذا المتغير دونك جميع عناصر هذه اللايحه الثلاثة وبالتالي فانني ساحتاج الى كتابه العنصر الاول فالور دو دي بطبيعه الحال هي واحد العنصر الاول والعنصر الاخير دونك كما اشرنا هنا دونك قمنا بانتاج طول هذه اللائحه او عدد عناصر هذه اللائحه وبالتالي فان العنصر الاخير سيكون هو خمسه دونك هنا ساكتب ا ساكتب ا ثم لو با كيف انتقل من عنصر الى عنصر باضافه العدد واحد دونك عندما يكون ك يساوي واحد دونك هنا حصلت كما تلاحظون في الجبر على جميع هذه التمثيلات التمثيل اولا داله داله تالفيه 2 اكس زائد 5 تمثيل خاص بالدالة 6 6X إثنان، 2، التمثيل الخاص بالدالة سينوس، التمثيل الخاص بالدالة الإكسبونسيال، والتمثيل الخاص بالدالة الكوسينوس. دونك جميع هذه التمثيلات حصلت عليها في شاشة الجبرة. دونك بطبيعة الحال نحن لا نريد هذه التمثيلات وإنما نريد إنتاج جدول الخاص بكل دالة ومشتقاتها. دونك قلت بأن عندما يكون كا يساوي واحد فإن الأمر يتعلق بالعنصر الأول 2 إكس زائد 5. وعندما يكون كا يساوي 2 هنا سنقوم بالإنتقال عبر إضافة العدد واحد هنا لو با. يعني كيف ننتقل من قيمة إلى قيمة التي تليها عبر إضافة عدد واحد وعندما عندما يكون كا يساوي واحد فإننا نتواجد في الدالة الأولى 2 إكس زائد 5 عندما يكون كا يساوي 2 سنكون في العنصر الثاني 6 إكس زائد 2 وعندما يكون كا يساوي 3 سنكون في سينس إكس وعندما يكون كا يساوي 4 سنكون في الدالة الإكسبونسيال ديال 3 إكس وعندما نكون في كا يساوي 5 فإننا سنحصل على كوسينوس دالة إكس كوسينوس إكس سنضغط الآن على زر الإدخال الخاص بلوحة المفاتيح هكذا سنحصل على لائحة جديدة كما تلاحظون هنا دونك هذه اللائحة ما هي عناصرها؟ عناصرها بطبيعة الحال هي مشتقات الدوال التي تتواجد في اللائحة الثالثة المشتقة ديال 2 إكس زائد 5 بطبيعة الحال هي 2 مشتقة الدالة 2 إكس زائد 5 هي 2 مشتقة الدالة 6 إكس 2 بطبيعة الحال هي 12 إكس مشتقة الدالة سينوس هي كوسينوس مشتقة ديال إكسبونونسيال 3 إكس هي 3 اكسبونونسيال 3 اكس ومشتقه الداله الكوسينوس هي 1 سينوس اكس سنقوم على غرار المثال السابق بانتاج جدول دونك هذا الجدول هنا بطبيعه الحال لانتاجه سنذهب الى شريط الكتابه ونكتب طابلو طابلو ثم نختار الخيار الاول يمكننا هنا ادراج مباشره ليست ا دونك لا التي سنقوم باستعمالها هي ال3 التي تحمل الدوال ولا ليست الثانيه الثانيه سنكتب في مكانها الاربعه التي تحمل الدالات او مشتقات هذه الداله ولكن كما فعلنا سابقا سنقوم باضافه بعض العناصر الاخرى مثلا هنا قمنا باضافه اكس الذي يمثل العناصر وهناك اضفنا اف دو اكس التي تمثل الصور الان ساقوم باضافه الداله دونك ساكتب اف دو اكس ثم مشتقتها في الخانه الثانيه وبالتالي ساحتاج الى نفس الامر الذي قمت باستعماله سابقا دونك لينيون او اونيغ دونك عندما اختاروا اونيغ نفس الامر طبيعة الحال مع هناك بعض الاختلافات بينهما يمكننا الحديث عنها مستقبلا ان شاء الله دونك اونيغ هنا يطلب مني اللائحة الاولى واللائحة الثانية التي ساقوم بتوحيدهما او جعل عناصرهما متحدة دونك اللائحة الاولى ساكتب بين مزدوجات بين عفوا بين اللمتين بين لامتين ثم بين مزدوجتين لان الامر هنا يتعلق بنص او نكتب مباشره نكتب لا فونكسيون ليس اف دو إكس وانما اف دونك سنكتب فونكسيون اف F. الداله اف ثم سنقوم بادماج هذه هذا النص مع اللائحه ال3 دونك هنا ال3 سأقوم بمسح <applause> هذه النقط ومسح الفاصله كذلك سانتقل الى اللائحه الثانيه دونك ساكتب نفس الشيء يونير النص الذي سنقوم بكتابته الان سيكون لا ديريفي دو لا فونكسيون اف دونك بين لمتين دائما لان الامر يتعلق بلائحه ثم بين مزدوجتين لان الامر يتعلق بنص اكتب لا ديريفي او بيان ديريفي دو لا فونكسيون اف ديريفي

سأضغط على زر الادخال الخاص بي المفاتيح لاحظوا بانني حصلت على هذا الجدول دونك ساقوم باضافه الاعمده ثم اضغط مره اخرى لاضافه الاسطور ثم اضغط مره اخرى لجعل هذه الكتابات كما تلاحظون هنا لا تتواجد في وسط هذه الخانات دونك هنا ساجعلها في الوسط يمكنني ان اغير حجم الخط وكذلك لا طاي ديال هذا الجدول هذا حجم الجدول او يمكنني تكبيره او تصغيره انطلاقا من, من هذه الخاصيه نلاحظ <applause> الان في السطر الاول لدينا الداله لا فونكسيون اف مثلا هنا الداله اف هي 2 اكس زائد 5 ومشتقتها هي 2 الداله 6 اكس اس 2 ومشتقتها هي 12 اكس الداله ساينس اكس ومشتقتها هي كوساينس اكس والداله اكسبونسيال 3 اكس هي مشتقتها 3 اكسبونسيال 3 اكس واخيرا في هذا المثال الداله كوساينس اكس مشتقتها هي ناقص ساينس اكس سننتقل إلى أمثلة أخرى دونك بطبيعة الحال هذه هذا الأمر سيكونس يشتغل كثيرا مع المتتاليات ولهذا سأقوم بإعطاء بعض الأمثلة الخاصة بهذه المتتاليات مثلا إذا أردنا إنشاء متتالية خاصة بالأعداد الزوجية يمكننا فعل ذلك بطبيعة الحال بكل سهولة دونك أولا سأقوم بمسح من الأفضل سأقوم بمسح هذه اللوائح التي قمت بإدراجها سابقا هذه الأمثلة التي اشتغلنا عليها حتى نترك المجال لأمثلة أخرى أه بالنسبة للأعداد الزوجية دونك سنذهب إلى الأمر سيكونس ونختار هنا إكسبرسيون فاريابل أه. فالور دو ديبي فالور دو فان لوب بطبيعة الحال الإكسبرسيون الذي سنقوم بكتابته هو مثلا دوزان إثنان إن أو إثنان في إن بكل بساطة أه المتغير هنا سيكون هو بطبيعة الحال إن المتغير هو إن القيمة التي سيأخذها قيمة البدء يعني نقطة الانطلاق ستكون بطبيعة الحال صفر اه ونقطة النهاية سنتركها مفتوحة مثلا يمكننا أن نكتب اه اه ك ثم نضغط على لبا اه بطبيعة الحال دونك الذي هو واحد ثم أضغط على اونتري دونك هنا يطلب مني الجوجبرا عبر هذه اللائحة هنا بانتاج زالقه سيسميها كا دونك ساضغط على كريي كورسور دونك ساقوم بانتاج هذه الزالقه دونك ساقوم بمسح ان لان ان ليست زالقه وانما متغير ساقوم بالتخلص منه دونك لاحظوا الان ك، اذا كان ك يساوي واحد فان عدد العناصر هو اثنان لان هذه اللائحه ستكون سيكون عنصرها الاول هو صفر وعنصرها الثاني هو واحد دونك عندما نضرب 2 في 0 سنحصل على 0 وعندما نضرب 2 في 1 فإننا سنحصل على 2 مثلا إذا جعلت ك تساوي 5 فإن العناصر ستتغير 2 في 0 هي 0 2 في 1 هي 2 2 في 2 4 2 في 3 6 2 في 4 8 و2 في 5 10 هنا القيمة القصوية هي التي يحملها ك هي 5 وبالتالي 2 في 5 هو 10 يمكننا بطبيعة الحال تغيير دونك لاحظوا دو هنا الجزء برقم بإنتاج زالقة تحمل قيم سالبة بطبيعة الحال يمكننا التخلص من الأداة السالبة عبر الضغط بالزر الأيمن الفأرة على كا كا وعبر النافذة التي تظهر لنا هنا يمكننا أن نغير خصائص هذه الزلقة دونك سأجعل القيمة الدنوية ستكون هي مثلا صفر القيمة القصوية مثلا هي عفوا عشرة و لانكريمون سأجعله بطبيعة الحال هو واحد وهكذا ستنتقل هذه الزالقة بطبيعة الحال من قيمة إلى قيمة أخرى عن طريق إضافة العدد واحد لاحظوا هنا كا تساوي 3 مباشرة كا يساوي 4 كا يساوي 3 كا يساوي 4 كا يساوي 5 كا يساوي 6 إلى آخره دونك هذه الأعداد التي احصل عليها عبر هذه اللعبة هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الزوجية دونك هنا 0 2 4 6 8 10 لأن كا يساوي 5 5 في 2 تساوي 10 دونك مثلا عندما كيساوي يساوي 10 فإن هذه اللائحة سيكون آخر عنصر فيها هو 20 لأن 2 في 10 تساوي 20 يمكننا فعل ذلك بطبيعة الحال بطريقة أخرى يمكننا إنتاج هذه المجموعة مجموعة الأعداد الزوجية بطريقة أخرى عبر استدعاء أحد الأوامر الأخرى الذي يسمى Iteration إيتيغاسيون. إيتيغاسيون ليست دونك سأختار Iteration ليست في الخيار الأخير بطبيعة الحال وساكتب في مكان اكسبريسيون ساكتب اكس زائد 2 لان الانتقال سيكون باضافه العدد 2 بطبيعه الحال آه المتغير هنا هو اكس القيمة آه التي سيحملها القيمة البدئية التي سينطلق بها سأجعلها بين آه لامتين وهي ستكون هي صفر القيمة الأولى التي سيحملها <applause> هذا المتغير هي صفر عندما <applause> تكون اكس تساوي صفر فانني ساحصل على صفر أه يعني العنصر الاول سيكون هو صفر وبعدها ساحصل على صفر زائد اثنان الذي هو اثنان وبعدها ساحصل على اثنان زائد اثنان الذي هي اربعه الى اخره أه لو الذي سنقوم بادراجه هنا سيكون مثلا هو هو كا في مكان لو ساكتب كا دونك لاحظوا عندما اضغط على اوكي خاصة بلوحة المفاتيح سأحصل على نفس اللائحة ولكن بطريقة أخرى دونك لاحظوا هنا كتبنا الامر سيكونس بين قوسين 2N فاصلة N فاصلة ان فاصلة صفر فاصلة كا فاصلة واحد يعني ان هنا الاكسبريسيون التي قمنا باستعمالها هي اثنان N المتغير فيها هو ان القيمة الاولى التي اخذها ان هي صفر والقيمة النهائية التي يأخذها هي كا وكيف ينتقل من قيمة الى قيمة اخرى هو باضافة عدد واحد اما بالنسبة للاستعمال الثاني فاستعملنا اتراسيون ليست اكس زائد اثنان هنا ليكسبريسيون x زائد 2 هي التي تتحكم في هذه اللائحة عنصرها الأول بطبيعة الحال المتغير هو x العنصر الأول الذي تأخذه x العنصر الأول الذي تأخذه إكس هو هو صفر وبعدها نحتاج إلى عدد تكرار دونك لو الذي قمنا بإدخاله هو هو ك لاحظوا بأننا حصلنا على نفس اللائحة دونك ال1 تنتقل من صفر إلى عشرون القيمة الأولى هي صفر والقيمة النهائية هي عشرون والاثنان كذلك القيمة الأولى هي صفر والقيمة النهائية هي يمكننا فعل نفس الامر مع الاعداد الفرديه دونك سنقوم بانتاج لائحه تحمل مجموعه من الاعداد الفرديه دونك سنكتب السيكونس هكذا سنعود الى الخيار الاخير دونك سنقوم بكتابه الاكسبرسيون هنا بطبيعه الحال الاعداد الفرديه تكتب على شكل اثنان كا زائد واحد او اثنان كا ناقص واحد دونك ساكتب الان في كا زائد واحد دونك حتى لا يكون هناك خلط بين ك الذي سنستعمله هنا الذي سيكون عبارة عن متغير اون وك الذي نستعمله هنا الذي هو عبارة عن زالقة سأقوم بإضافة مثلا هنا كفتحة فتحة زائد واحد مكان المتغير المتغير سيكون هو كفتحة فتحة القيمة الأولى التي سيأخذها ك ستكون هي الصفر والقيمه النهائيه ستكون هي ك، دونك ساجعلها متغيره بطبيعه الحال على حسب هذه الزلقة، ثم لوبا دائما سيكون هو واحد، كيف انتقل من قيمة إلى القيمة التي تليها عبر إضافة العدد عدد واحد. سأضغط على أوكي، دونك لاحظوا على اللائحة التي سأحصل عليها، ال3 العناصر التي تحملها هي 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19 هي والأخيرة هناك العدد 21، إذا قمت بتغيير بطبيعة الحال قيمة ك فإن عدد عناصر هذه اللائحة سيتغير دونك اثنان في كا زائد واحد يعني عندما يكون كا يساوي صفر فإننا سنحصل على واحد عندما يكون كا يساوي واحد فإننا نحصل على ثلاثة دونك اثنان في كا زائد واحد يعني اثنان في واحد التي هي اثنان زائد واحد ثلاثة يعني كيف أحصل على خمسة وذلك بإضافة اثنان في اثنان أو بضرب اثنان في اثنان زائد واحد كيف سأحصل على سبعة اثنان في ثلاثة دونك عندما تكون كا تساوي ثلاثة كيف أحصل على سبعة اثنان في ثلاثة زائد زائد واحد يمكننا قلت تغيير التحكم في هذه اللائحه او في عدد عناصرها عن طريق هذه الزليقه يمكننا كذلك الحصول على زليق على عفوا على لائحه بطبيعه الحال تشبه هذه اللائحه يعني لها نفس العناصر او تساويها باستعمال ايتيراسيون ليست ايتيراسيون ليست هنا المتغير الذي سنستعمله بطبيعه الحال سيكون هو اكس زائد 2 اكس عباره عن متغير اكس زائد 2 المتغير هو إكس كبيرة القيمة الأولى التي سيأخذها لن تكون هي صفر وإنما تكون هي واحد في هذا المثال لأن يعني الأعداد الفردية تبتدئ بالعدد واحد وليس بالعدد صفر و لو الذي سنستعمله سيكون هو ليس هناك فرق كبير بين الأمر الذي قمنا باستعماله حالا في هذا المثال الآن والامر الذي قمنا بكتابته سابقا بالنسبه للاعداد الزوجيه فقط في نقطه البدايه، دونك نقطه البدايه بالنسبه للاعداد الزوجيه كانت هي صفر ونقطه البدايه بالنسبه للاعداد الفرديه ستكون هي واحد ثم اضغط على زر الادخال الخاص بلوحه المفاتيح. دونك لاحظوا حصلت على نفس اللائحه عدد العناصر بطبيعه الحال نفسه وكذلك عدد العناصر او العناصر متساويه. دونك هاتين اللائحتين بطبيعه الحال هما لائحتان متساويتان بطبيعه الحال. دونك في هذا المثال قمنا بانتاج لائحه تضم مجموعه من الاعداد الزوجيه بطريقتين مختلفتين عن طريق سيكونس وعن طريق ايتيراسيون ليست وكذلك لائحتين دونك لائحتين تضمان معا يعني هما في الحقيقه نفس اللائحه لكن عبرنا عليها بطريقتين مختلفتين الطريقه الاولى استعملنا فيها سيكونس والطريقه الثانيه استعملنا فيها ايتيراسيون ايتيراسيون ليست كذلك يمكننا إنتاج مجموعة من المتتاليات الأخرى مثلا إذا أردنا إنتاج متتالية هندسية مثلا أساسها مثلا إثنان وحدها الأول هو واحد مثلا يمكننا كتابة سيكونس هنا سنكتب إثنان أس مثلا هذه المتتاليه سيكون اساسها هو اثنان دونك اثنان أس عفوا اثنان أس كا دونك سنعبر عنها اولا باستعمال الامر سيكونس وبعدها سنستعمل ليتيراسيون دونك اثنان أس كا المتغير الذي سيكون هنا لدينا هو كا دونك قلت بانك حتى لا يقع هناك خلط سأقوم بتغيير هذه هذا الحرف كا الى ك فتحة القيمة الأولى التي سيأخذها بطبيعه الحال ستكون هي صفر ك اثنان إيه اس صفر ستكون هي واحد وبعدها القيمه آه الاخيره ساجعلها هي ك و آه كيف انتقل من قيمه الى قيمه اخرى عن طريق اضافه العدد واحد دونك لاحظوا عندما أقوم بالضغط زر الادخال خاص بلوحه المفاتيح ساحصل على ما يلي دونك هنا حصلت على واحد دونك لماذا واحد لانها أن اثنان اس اثنان اس صفر اثنان اس صفر تعطي واحد اثنان اس واحد عندما كي واحد اثنان أس واحد هي اثنان اثنان أه أس اثنان هي أربعة اثنان أس ثلاثة هي ثمانية اثنان أس أربعة هي ستة عشر اثنان أس خمسة هي وثلاثون <تناني> اثنان أس ستة هي أربعة وستون اثنان أس سبعة هي مئة اثنان أس ثمانية هي اثنان أس تسعة هي واثنا عشر أس عشرة هي ألف وبالتالي فإن هذه اللائحة هي خاصة بطبيعة الحال عناصر وهي حدود متتالية هندسية حدها الأول هو واحد وأساسها كما تلاحظون هو اثنان يمكننا إنتاجها بطريقة أخرى دونك دائما باستعمال إتيراسيون ليست إتيراسيون عفوا ليست سنقوم باختيار الخيار الأخير من هذه اللائحة التي ظهرت أمامنا وسنكتب بطبيعة الحال اثنان إكس اثنان إكس المتغير سيكون هو x القيمة الأولى التي ستأخذها هذه العناصر أو القيمة الأولى التي سيأخذها هذا المتغير ستكون هي واحد دونك سأجعله بين بين لامتين ثم لو نومبر ديتيراسيون غادي يكون هو كا دونك لاحظوا عندما أقوم بإدخال زر بالضغط على زر الإدخال الخاص بلوحة المفاتيح سأحصل على نفس اللائحة الى بنفس اللائحة ولكن قمنا بإنتاجها بطريقتين مختلفتين عن طريق سيكونس وعن طريق إيتيغاسيون إيتيغاسيون ليست دونك هنا لدينا 2x لا فاريابل هي x القيمة الأولى التي يأخذها المتغير هي 1 دونك عندما يبدأ الجزير بتنفيذ هذه الأوامر أولا سيقوم بإعطاء x واحد دونك القيمة الأولى التي تأخذها عدا القيمة الأولى يعني العنصر الأول من هذه اللائحة سيكون هو 1 وبعدها سيضرب 2 في 1 دونك عندما يضرب 2 في 1 سيحصل على 2 لكي يحصل على العنصر الثالث سيقوم بضرب القيمة السابقة في اثنان دونك دائما سيضرب في اثنان القيمة السابقة التي هي اثنان في اثنان تعطي اربعة لكي نحصل على ثمانية سنقوم بضرب القيمة السابقة التي هي اربعة في اثنان سنحصل على ثمانية لكي نحصل على ستة عشر يكفي ان نضرب ثمانية في اثنان لكي نحصل على اثنان وثلاثون سنضرب ستة في اثنان الى اخره وهكذا سنكون حصلنا على نفس المتتالية المتتالية الهندسية التي اساسها قلنا هو اثنان وحدها الاول هو هو واحد طبيعة الحال يمكننا الاشتغال على المتتاليات الترجعية وكذلك يمكننا تمثيل هذه المتتاليات على مستقيم مدرج أو يمكننا كذلك تمثيلها في معلم أو يمكننا كذلك تمثيلها في جدول دونك هذا ما سنفعله في ما تبقى من هذه الحصة سنقوم أولا بإظهار المحاور دونك بالضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختيار أكس أه سنحتاج في هذه الفقرة فقط إلى أه المحور الافقي لاكس ديزيكس دونك وبالتالي يمكننا اخفاء المحور العمودي لاكس ديزيكغيك دونك بطبيعه الحال هنا سنذهب الى بريفيرونس جرافيك ثم التاشير هنا على اقص ديزيكغيك كما تلاحظون ثم الضغط على هذا الخيار الاول هنا افيشي لاكس ديزيكغيك وبالتالي سنقوم باخفاء اذا اردنا اعادته الى الشاشه سنقوم بالضغط مره اخرى كما تلاحظون هنا وسيظهر من جديد دونك الان ساقوم بانتاج مجموعه من العناصر على هذا المستقيم دونك في الحقيقه ساقوم بتمثيل مجموعتين دونك مجموعه الاعداد يعني التي تمثل الحدود الحد الاول الحد الثاني الحد الثالث الحد الرابع الى اخره ثم المجموعه الثانيه التي ساربطها بالمجموعه السابقه التي تمثل حدود هذه المتتاليه دونك عدد الحدود يعني الترتيب ديال الحدود ثم الحدود بطبيعه الحال لأجل ذلك سنذهب إلى شريط الكتابة وسنستدعي مرة أخرى الأمر سيكونس دونك هذا الأمر الذي نركز عليه في هذه الحصة دونك سأختار الخيار الأخير هنا سأكتب الإكسبريسيون بطبيعة الحال إذا كنت أريد تمثيل مجموعة من النقط على المستقيم المدرج الأفقي فإن الأراتيب ستكون تساوي صفر وبالتالي سأكتب هنا بين قوسين بين قوسين يعني سأقوم بإعطاء إحداثيات النقط التي سأقوم بتمثيلها بطبيعة الحال الأفصول سيكون متغير، دونك سأسميه مثلاً إي، والأرتوب سيكون دائماً هو سفر. دونك لكي تكون هذه النقط متواجدة على المحور الأفقي فيجب أن يكون أرتوبا يساوي صفر المتغير سيكون كما قلت هو إي، القيمة التي أريد أن أبدأ منها، القيمة التي أريد أن أبدأ منها ستكون هي الواحد وليس الصفر، سأريد أن أريد أن أنتقل من القيمة الاولى التي تساوي واحد والقيمه النهائيه التي ستكون هي ك لماذا ك لان عدد عناصر مثلا هذه المجموعه واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته دونك هنا لدينا ك يساوي خمسه وعدد عناصر هو سته لدينا هنا العنصر الاول العنصر الثاني العنصر الثالث العنصر الرابع العنصر الخامس ثم العنصر السادس دونك هنا يمكنني ان اكتب ك زائد واحد او لا لونغور دو ال ان مثلا اذا كنت اريد تمثيل الواحد فانني ساكتب هنا القيمه النهائيه ساكتب مكانها la longueur de l1 اذا كنت اريد تمثيل l2 اكتب la longueur de l2 et cetera هنا مثلا يمكنني ان اكتب longueur مثلا سنشتغل على المتتاليه احدى هذه المتتاليات مثلا المتتاليه الخاصه بالعدده الفرديه l4 l4 او l3 دونك بطبيعه الحال هما لائحتان تمثلان مجموعه الاعداد الفرديه بالنسبة للبا يعني سأكتب مكانه بطبيعة الحال واحد كيف أنتقل من عنصر إلى عنصر بإضافة العدد واحد دونك لاحظوا مباشرة على الجيوجيبرا ماذا يحدث هنا حصلت على مجموعة من النقط بطبيعة الحال هنا لدينا كما تلاحظون ست نقاط. دونك ست نقاط لماذا ست نقط لأن عدد عناصر عدد عناصر المجموعة الرابعة ال4 هو ستة دونك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سأضغط على اونتخي إذا أردت تغيير هذه هذا العدد يا عدد العناصر الذي تحكم بطبيعة الحال فيه ك، يمكنني أن أحصل هنا على 11 اه عنصر كما تلاحظون. العنصر الأول العنصر الثاني الثالث الرابع ثم العنصر الحادي عشر. سأقوم بربط بربط هذه النقط بربط هذه النقط بالعناصر التي تحتوي عليها هذه المجموعة الرابعة. مثلا هذه النقطة سأكتب بجانبها سأكتب بجانبها واحد والنقطة الثانية سأكتب بجانبها العنصر الثاني الذي هو ثلاثة والنقطة الثالثة سأكتب بجانبها العنصر الثالث الذي هو خمسة حتى أقوم بإنهاء جميع عناصر هذه اللائحة لأجل ذلك أولا سنعود إلى شريط الكتابة وسنستدعي مرة أخرى الأمر سيكونس لكننا سنقوم بدمجه بأحد الأوامر الأخرى الذي هو تكست دونك سنكتب مكان expression سنكتب تكست، عندما نكتب تكست تظهر لنا لائحة جديدة دونك هذه اللائحة تحمل الخيار الأول تكست أوبجي، الخيار الثاني تكست أوبجي فاصلة بوليان بور سيبستيتيسيون دي فاريابل، الخيار الثالث تكست أوبجي بوان، وهذا الذي يمكننا أن نعتمد عليه هنا، لماذا؟ لأننا سنقوم بربط عنصر بنقطة سنقوم بربط عنصر من هذه اللائحة بنقطة من هذه النقط لو أنا الخيار الذي أشتغل عليه عادة هو الخيار ما قبل الأخير دونك هنا دونك سأختار هذا الخيار text بوليان pour substitution de variable وهنا pour la هنا بوليان بور لا formule لا دونك هنا حتى تكون الكتابة آه أنيقة نوعا ما دونك بالنسبة للوبجي دونك الوبجي الذي سنقوم باستعماله هنا سنكتب ان إليمون دو إل 4 دونك اوبجي مكان اوبجي سأكتب إليمون التي يمكننا اختصارها بطبيعه الحال بطريقه أخرى سأعدت uh, عليها uh, الآن uh, يمكننا اختيار هذا الأمر هذا إليمون ليست بوزيسيون يمكننا أن نكتب مكانه مباشرة إل 4 إل 4 بين قوسين ونكتب إي هذا هذه الكتابه ما تعني تعني لا اي ام بوزيسيون دو 4 يعني العنصر رقم اي في اللائحه الرابعه العنصر رقم اي من اللائحه الرابعه بطبيعه الحال اي هي متغير يمكن ان يكون صفر يمكن آه ان يكون واحد عفوا العنصر الاول يمكن ان يكون اثنان العنصر الثاني يمكن ان يكون ثلاثه العنصر الثالث الى اخره بالنسبه للنقطه التي سنستعملها هنا بوان كما تلاحظون في شاشة الجزيبرة ليس لدي اسم خاص بكل نقطة من هذه النقاط، ولكنني يعني يمكن الوصول إلى أي نقطة أريد فقط بمعرفة مكانها يعني ترتيبها في هذه اللائحة مثلا إذا كنت أريد أن أربط العدد ب أربط العدد مثلا واحد أه الذي يمثل العنصر الأول من اللائحة الرابعة بالنقطة الأولى فإن هذه النقط أولا اللائحة التي ترتبط بها هي إل 7 النقطة الأولى إحداثياتها 1 صفر النقطة الثانية إحداثياتها إثنان صفر النقطة الثالثة إحداثياتها ثلاثة صفر إلى آخره وبالتالي فهذا يمثل العنصر الأول من اللائحة السابعة والنقطة الثانية تمثل العنصر الثاني من اللائحة إل 7 النقطة الثالثة تمثل العنصر الثالث من اللائحة إل 7 ال7 uh, النقطه الرابعه التي اشير عليها الان بفاره الحاسوب النقطه الرابعه هي العنصر الرابع من هذه اللائحه وبالتالي لكي اربط كل عنصر من اللائحه الرابعه بعنصر ما من اللائحه السابعه فانني احتاج الى كتابه ال سبعة ال سبعة بين قوسين اي e. ثم ساجعل مكان بوليان بور ستيتيسيون دي هنا لدينا فقط خيارين يعني اما ترو ولا فولت دونك ساكتب ترو حتى يقوم بتعويض آه لو مكان النقطه كذلك بالنسبه للخيار آه الثاني بوليان بور لا فورمولا تيكست ساجعلها ترو ثم لا فاريابل المتغير ما هو المتغير الذي نستعمله في هذه في هذه آه في هذه الاوامر هو اي آه القيمه الاولى التي يبدا بها المتغير هي واحد والقيمه النهائيه بطبيعه الحال هي لا لونغور دو إل 7 أو لا لونغور دو إل 4 لأن إل 4 و إل 7 لهما نفس نفس الطول أو نفس عدد العناصر دونك سأكتب لونغور دو إل 4. ثم لو با دونك لاحظوا عندما أكتب لو با كيف أنتقل من عنصر إلى عنصر بإضافة بطبيعة الحال عدد واحد. مباشرة لاحظوا ماذا سيحدث في شاشة الجوجبه. دونك هنا حصلت على واحد، هنا حصلت على ثلاثة، هنا حصلت على خمسة، هنا حصلت على سبعة. هنا حصلت على تسعة، هنا حصلت على أحد عشر إلى آخره. دونك الآن سأقوم بالضغط زر الإدخال الخاص بلوحة المفاتيح. حتى نقوم بالحصول على هذه الكتابات هنا. دونك يمكننا إخفاء حتى تظهر لكم هذه الكتابات، يمكننا إخفاء لي زاكس. دونك لاحظوا بأن النقطة الأولى لاحظوا بأن النقطة الأولى ارتبطت بالعدد واحد النقطة الثانية ارتبطت بالعدد ثلاثة النقطة الثالثة ارتبطت بالعدد خمسة النقطة الرابعة ارتبطت بالعدد سبعة هذه النقط هذه النقط التي قمنا بتمثيلها هنا دونك هذا يمثل العنصر الأول من هذه اللائحة الذي هو واحد ثلاثة تمثل العنصر الثاني من هذه اللائحة الأربعة الذي هو ثلاثة خمسة هي العنصر الثالث سبعة هي العنصر الرابع تسعة هي العنصر الخامس إلى آخره، لاحظوا العنصر الأول هو واحد العنصر الثاني العنصر الثاني من اللائحة أربعة هو ثلاثة، العنصر الثالث هو خمسة، العنصر الرابع هو سبعة إلى آخره يمكننا أن نكتب مثلا مرة أخرى بجانب هذه النقط مثلا هنا نكتب العنصر الاول يعني U1 U2 U3 U4 U5 u 7 U8 او يمكننا ان نكتب هنا U0 دونك ساقوم بكتابتها الان دونك ساستدعي الامر السابق الذي قمنا بكتابته مكان تكست لن اكتب L4 دو وانما ساكتب ساكتب بين مزدوجتين لان الامر يتعلق بنص ساقوم بادراجه دونك ساكتب ماجيسكول دونك U, U كبيره ثم لانديس دونك ساكتب هكذا ثم لما ثم ساخرج خارج المزدوجتين واكتب اي لان اي سيكون متغير بطبيعه الحال ساضع مزدوجه ثم لما التي تغلق اللامه الاولى ثم مزدوجه اخرى لكن إذا لاحظتم فإن سيكون هنا تطابق بين هذا النص الذي قمت بإدراجه الآن والنص السابق الذي يحمل الأعداد. وبالتالي فإنني سأحتاج إلى تغيير مكان كتابة هذه النصوص، يعني يو واحد، اثنان، إلى آخره. وبالتالي فإنني سأضيف إلى مكان إدراج هذه النصوص، سأضيف بعد التغييرات، دونك هنا سأقوم بإضافة مثلا زائد إحداثيات مثلا صفر. يعني ساقوم بازاحتها نحو الاعلى مثلا صفر فاصله اثنان او صفر فاصله خمسه دونك لاحظوا ساقوم برفع هذه الكتابات نحو الاعلى بطبيعه الحال العنصر الاول هو واحد العنصر الثاني هو ثلاثه العنصر الثالث هو خمسه العنصر الرابع هو خمسه أه سبعه العنصر الخامس هو تسعه الى اخره دونك ساضغط هنا بزر إدخال خاص بلوحة المفاتيح دونك هكذا اكون قد جعلت الامور اكثر وضوحا دونك 1 هو واحد دونك نشتغل بطبيعه الحال ال4 العنصر الاول العنصر الاول هو واحد يمكن كتابه اي صفر لان عندما اقوم بتعويض ان بي صفر اثنان في صفر زائد واحد يعني عندما يكون ان يساوي صفر فاننا نحصل على واحد وبالتالي من الافضل ساضغط مره اخرى من الأفضل أن أكتب دونك مكان دونك هنا سأكتب إي زائد واحد وسأقوم بتغيير الإي القيمة الأولى التي سيأخذها ستكون هي صفر والقيمة النهائية دونك سأقوم فقط بالإزاحة ناقص واحد ثم اضغط على اوكي دونك هنا يو صفر يعني العنصر الاول الذي تبدا به هذه المتتاليه هو واحد دونك عندما يكون ان يساوي صفر فان اثنان في صفر زائد واحد قلنا كتابتها هنا تكست دونك يو ان المتتاليه الخاصه بالاعداد الفرديه يو ان تساوي تساوي اثنان ان زائد واحد لحد العام بطبيعة الحال هكذا نكتبوه عندما يكون ان يساوي صفر اذا قمنا بتعويض ان بصفر سنحصل اثنان في صفر زائد واحد التي هي واحد اذا كان ان يساوي واحد فإننا سنحصل اثنان في واحد هي اثنان زائد واحد هي ثلاثة اذا كان ان يساوي اثنان فانني ساقوم بتعويض 2 ب2 ان ساحصل على 2 في 2 هي 4 زائد 1 يعني ساحصل على 5 اذا كان ان يساوي 3 دونك يو إيه 3 ساحصل على 2 في 3 التي هي 6 زائد 1 هي 7 الى اخره هكذا نكون يمكننا ان نقوم بتمثيل دونك افيشي لي دونك يمكننا اظهار محاور مره اخرى المحور يمكننا اخفاء كما قلت المحور العمودي المحور الخاص ب لي افيشي ثم يمكننا في المحور الافقي كذلك يمكننا اظهار فقط لا بونش التي تنتقل من الصفر الى نحو اليمين كذلك يمكننا اخفاء هذه الاعداد المصاحبه بطبيعه الحال للمحور الافقي سنترك فقط ما قمنا نحن بادراجه دونك قمنا بادراج العنصر الاول من هذه المتتاليه الى 4 الذي هو واحد العنصر الثاني الذي هو ثلاثة العنصر الثالث الذي هو خمسة إلى آخره. يمكننا فعل نفس الشيء إذا أردنا تمثيل بطبيعة الحال هذه المتتالية أو عناصر هذه المتتالية أو حدود هذه المتتالية على المحورين معا، يمكننا مثلا ترك هذه الأعداد يسافر إواحد إثنان على المستقيم المدرج هكذا أو يمكننا تمثيلها على المستقيم العمودي بطبيعة الحال. كذلك يمكننا ادراجها في جدول كما فعلنا مع الامثله السابقه الخاصه بالداله بالعناصر والصور او كذلك الجدول الخاص بالداله والمشتقه الخاصه به اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحصه حاولت من خلالها ان اقوم باعطاء مجموعه من الامثله المتنوعه واذا كانت لديكم اسئله فمرحبا بها ومرحبا بكم بطبيعه الحال عبر التعليقات الخاصه بهذه القناه او الخاصه بالفيسبوك